السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسعد الله صباحكم تلاميذي الأعزاء في حصة جديدة من حصص التدريس عن بعد. في هذه الحصة سوف نقوم بتصحيح تمارين داعمة. في البداية أتمنى أن تكونوا قد أنجزتم واجبكم. نبدأ بتصحيح التمرين الأول، أضع وأنجز. سوف نقوم بوضع هذه العمليات وإنجازها عموديا. لدينا 23 زائد 43، نكتب 23 زائد 43، رقم وحداته 3 ورقم عشرته 4. يجب علينا يا صغاري أن نحترم الوضع، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات. 3 زائد 3 كم تساوي يا صغاري؟ تساوي 6. جيد، نكتب 6 تحت الوحدات. الآن نجمع العشرات مع العشرات، 2 زائد 4 كم تساوي؟ تساوي 6. أحسنتم، إذن نكتب 6 تحت العشرات، إذن المجموع هو 66. ننتقل إلى العملية الثانية، 78 زائد 4، نكتب 78. أين سنضع 4 يا ترى؟ هل تحت الوحدات أم تحت العشرات؟ نعم، سنكتب 4 تحت الوحدات، لأن الأعداد من 0 إلى 9 تعتبر جميعها وحدات. إذا نقوم بإنجاز العملية من الوحدات بطبيعة الحال. 8 زائد 4 كم تساوي يا صغاري؟ تساوي 12. نكتب 2 تحت الوحدات ونحتفظ بواحد فوق العشرات. 7 زائد لا شيء تساوي 7، زائد الاحتفاظ وهو 1 تساوي 8. إذن نكتب 8 تحت العشرات، إذن المجموع هو 82. ننتقل إلى العملية الأخيرة، 61 زائد 19، نكتب 61 زائد 19، رقم وحداته 9 ورقم عشراته 1. نقوم بالتسطير ونضع رمز يساوي. الآن نجمع الوحدات مع الوحدات، 1 زائد 9 كم تساوي يا صغاري؟ تساوي 10. أحسنتم، نكتب 0 تحت الوحدات ونحتفظ بواحد في عمود العشرات. الآن نجمع العشرات مع العشرات، 6 زائد 1 تساوي 7، نضيف إليها الاحتفاظ تصبح 8، نكتبها تحت العشرات. نمر إلى التمرين الثاني، أكمل بما يناسب أخف من، أثقل من، أو لهما نفس الوزن. قبل التصحيح يا صغاري لابد من التذكير بأن الميزان يتكون من كفتين، كفة من جهة اليمين وكفة من جهة اليسار، وفي وسط الميزان توجد إبرة. لاحظوا معي الميزان الأول، الكفة المائلة هي التي يوجد فيها الكتاب، كما أن الإبرة مالت إلى جهة الكتاب، إذن الكتاب أثقل من الكرة، والكرة أخف من الكتاب، لأن كفة الكرة صعدت إلى الأعلى، إذن نكتب الكرة أخف من الكتاب. لاحظوا معي الميزان الثاني، الكفة المائلة هي التي توجد فيها المزهرية، كما أن الإبرة مالت إلى جهة المزهرية، نقول المزهرية هي أثقل من العلبة، نكتب أثقل.
نمر إلى الميزان الثالث. لاحظوا جيدا يا صغاري الميزان، ماذا تلاحظون؟ نلاحظ أن كفة الميزان متساويتان، كما أن الإبرة توجد عمودية في الوسط. إذن الكتاب له نفس وزن المزهرية، نكتب له نفس الوزن، له نفس وزن المزهرية. الآن مع السؤال الثالث، وهو عبارة عن مسألة. تقول المسألة: كان عند عادل 35 كلة، ثم ربح أثناء الاستراحة 15 كلة. احسب عدد الكلل التي صارت عنده. في البداية كان لدى عادل 35 كلة، وربح أثناء الاستراحة 15 كلة. إذن سنقوم بعملية الجمع 35 زائد 15 كي نعرف مجموع الكلل. نقوم بإنجاز العملية عمودياً. دائما نحافظ على الوضع، الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات. 5 زائد 5 كم تساوي يا صغاري؟ تساوي 10. نكتب 0 تحت الوحدات ونحتفظ بواحد فوق العشرات. الآن نجمع العشرات مع العشرات. 3 زائد 1 تساوي 4، نضيف إليها الاحتفاظ تصبح 5. إذن عند عادل 50 كلة. وبهذا نكون قد انتهينا من تصحيح التمارين الداعمة. وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم.